السلام عليكم، يا كم انت نبرف جميل نسأل بارت الثاني تبع ال بي بي الروت جارد. عندنا تو سويتشز عندي، فهذا شوف مثلا انا اريد سويتش وان هو يكون روت بريدج، واريد انه هو يبقى روت بريدج مهما انه سلم بفيديو سبيريا بفيديو، يعني تحتوي على بريدج اي دي. يكون شلون هو ده ما يكون، مثلا البرايورتي اقل، يكون هو الروت براج. اوكي، فانا اريد هذا يكون الروت براج، فادخل على الكونفيجريشن مود سويتش 1، هذا اللينك هنا ترانك. اوكي، فشو اقول؟ اقول سبانينج تري، سبانينج تري في لان 1، برايورتي 4096. اوكي، فهقول ادو شو اخي اطلع شو سبانينج تري فيلان 1. فسألني هذا هو صار روت بريدج. اوكي، اذا حتروح على السويتش الاول ما حتقول لي شو سبانينج تري فيلان 1. اوكي، تشوف انه هذا هو الروت بريدج اللي هو السويتش 1. اوكي، فهسه اني راح افعل على الانترفيس اللي يجي 3D اللي هو ديزيجنيتد على السويتش 1 الفيديو جارد، على مود من حيستلم اني سبيريور بي بي دي يوش راح يكون حيتحول للانكونسيستنت ستيت اللي هي شو تكون. يكون ال في حالة السنينج يعني بلوك الترافيك ما يسوي ترافيك إلى أن بطل وما يسلم السبيريور بفيديو. فأدخل على الانترفيس جي 0/0 وأقول له سبانينج تري روت جارد. اوكي، سبانينج تري روت جارد، هو سبانينج تري جارد روت، سوري سبانينج تري، هذا من خربط بيها جارد روت. بس خل اروح على هذا اخلي سوشتو اقل اسمها برايورتي سبانينج تري فيلان 1 priority 0. هاش، فخنشوف الحالة في الانترفيس نطلع لي هنا notification ايش دي يقول لي. دي يقول لي root guard blocking this interface on VLAN 1. هذا صار في حالة البلوكينج اللي هي الانكونسيستنس. فاقول له شو سبانينج تري انكونسيستنس، مش ماكو شو سبانينج تري قطع عليك انه هذا الانترفيس صار بهاي الحالة. شو بده يرجع؟ يرجع ريكفري اوتوماتيكلي في حالة انه السويتش ما بعد ما السويتش 2 بعد ما يدز السبيريور بي بي دي يو. بروح على السويتش 2 اقول له سبانينج 3 برايورتي 30,000 مثلا، او رجع للديفولت القديم اللي هو 32,000 و 732,000 و 769. بس اشوف السويتش 1 بقى ولا لا، هو راح يبقى الى ان يجاوز الليسننج والليرننج وال شو اسمها، يلا انه يرجع يشتغل. هو
و30,000 صح، البرايورتي 32,000 نفس القديمة الديفولت اللي هي كانت فيها. خشوف انه جاي قبله لا جاب من قبل كان انه بالروت كونسيستنس، لان حولت البايرتي هذا مالته ارجع للقديمة اقول له شو سبانينج تري نشوف انه هو فعلين عليها الروت جارد. اوكي نحط كل السهل، عرفنا حضروا محاضرة سابقة اللي شرحنا بيها الشرح مالته، واي سؤال كان عندي تعليقات لا تنسوا من داو ظهر الغيب، وباي باي.